أيضا في صنف إن أنا أبتدي أحدد هذا المنتج التعليمي من حيث تصنيفه، حاجة اسمها صنف الحقوق والعلاقات اللي احنا بنسميها كاتيجوريز رايت أند ريليشن، ودي بيبقى فيها 3 عناصر وبتحدد لي شروط استعمال المنتج التعليمي. يعني تقولي مثلا هذا المنتج التعليمي عشان يستخدم المرحلة كذا، يستخدم من الفئة العمرية من كذا إلى كذا، أو إن احنا نوصل استخدامه بالطريقة الفلانية واستخدام كذا، وعلاقته بالوسائل التعليمية الأخرى. فده بيوضح لي كيفية استخدام المنتج وإيه هي عشان المنتج ده يحقق أكثر استفادة، إيه هي شروط استعماله وشروط استخدامه، بنسميها رايت أند ريليشن. ايضا هناك صنف ايضا اسمه صنف التبويب، بسميها الكلاسيفيكيشن كاتيجوري، يعني هذا المنتج مصنف ضمن ايه، التصنيف بتاعه الكلاسيفيكيشن بتاعه، ودي بتتكون من 4 عناصر وبتقبل جميع التصنيف بغض النظر عن نوعها وشكلها. عايزه يعني من خلال المواصفات اللي احنا قلناها ومن خلال تصنيف هذا المنتج ومعايير تصنيفه من حيث ان المنتج ده انتاجه من الناحيه التقنيه او كيفيه استخدامه او التبويبات المختلفه اللي احنا عرضنا ليها ونوعه وشكله وشروط استخدامه والكلام ده كله، عايزين نقول ان خلاصه الكلام كله اللي احنا بنتكلم فيه في معايير سكور من خلال المحاضرتين اللي فاتت ودلوقتي، ان نقطه توحيد المواصفات القياسيه للتعليم الالكتروني دي نقطه مهمه جدا، وان احنا كلنا في مجال التعليم الالكتروني نتفق على مواصفات قياسيه للتعليم الالكتروني ومنتجات التعليم الالكتروني، دي من النقاط المهمه جدا، واصبحت من الحقيقه من الصعوبات ايضا، لان بنلاقي ان في مؤسسات كتير بتسعى الى الوصول الى القياسيه والمعياريه. طب احنا لازم نتفق على معياريه، لازم نتفق على قياسيه، لازم نتفق على معايير عامه زي معايير الفورم كده بتاخد بيها معظم المؤسسات التعليميه اللي بتقوم بانتاج هذه المنتجات التعليميه، تمام؟ طيب تعالوا السؤال اللي بعد كده، هل احنا من الممكن ان احنا نوحد فعلا هذه الجهود؟ هل احنا من الممكن ان احنا يكون عندنا بروتوكول واحد وموحد ومعروف وقياس واحد او مواصفات واحده للمنتجات التعليم الالكتروني؟ طبعا المفترض ان احنا نوصل الى هذه المواصفات الموحده. طيب السؤال اللي بعده، اين نحن بقى كمؤسسات تعليميه عربيه من هذه المواصفات؟ ما هي اسهاماتنا في وجود هذه المواصفات المعياريه للمنتجات الالكترونيه؟ المفروض او اللي احنا بنتوقعه ان شاء الله من المؤسسات التعليميه في الدول العربيه تسهم في هذا المجال، ان هي تخرج علينا بمجموعه من المواصفات والقياسات التي تسهم في رفع مستوى جوده وانتاجيه المنتجات التعليميه. طبعا عندنا ناس كتير جدا مهتمين بمجال التعليم الالكتروني، عندنا تقنيات كبيره جدا وبدانا نستخدمها في جميع المجالات وفي جميع المؤسسات التربويه، لكن الهدف زي ما قلنا ان احنا يكون لنا اسهام واضح في مجال قياس او قياسات او الوصول الى معايير للتعليم الالكتروني، وده طبعا عشان نحقق هدف في النهايه وهو النهوض بمستوى العمليه التعليميه. طبعا انا حاطه لحضراتكم مجموعه من المراجع في نهايه المحاضره ممكن حضراتكم تستخدموها، وبكده ان شاء الله احنا كده خلصنا معايير سكورم، اتكلمنا عن مميزاتها واتكلمنا عن مواصفات معايير سكورم، اتكلمنا عن مكوناتها، اتكلمنا ليه احنا بناخد من المهم جدا ان احنا نصل الى المعيارات في التعليم الالكتروني، وايه اللي بتتميز بيه معايير سكورم كمواصفات معياريه، واتكلمنا عن علاقه معايير سكورم بقاعده البيانات التي تكون موجوده على انظمه اداره التعلم، وعلاقه قاعده البيانات بنظام اداره التعلم، وعلاقتها ايضا بموضوع التعلم او اللي احنا سميناه ال او ليرنينج اوبجكت. ان شاء الله اراكم باذن الله في المحاضره القادمه.